الفرقه هي هي المغرب. زياش وحكيمي. زياش كان دار واحد الضربه واعره ولكن زقلها، ومن بعد في الاخر درنا بيرانتيات كانوا زوينين. سلخناهم الصراحه في والحمد لله بانهم تاهلوا، فرحونا بزاف هذه الفرحه، شحال هذه ما شفناهاش، وشفنا الشعب المغربي كامل فرحان والدول العربيه كامله فرحانه، وحنا حتى حنا فرحانين بزاف بزاف. شنو تبغي توجهي رسالتك كمتتبع الركراكي؟ الركراكي ما يبقاش يدخلنا، حمد الله حمد الله ما يبقاش يدخلوا لينا، وحنا كنبغيو وفرحانين به بان هو ولا المدرب ديال المنتخب. بارك الله ودار مجموعه غزاله. الفرحه اللي عندنا راه ديال المغرب واعره، فرحه اسريه اسريه، والاداء ديال المنتخب المغربي واعر واعر واعر، حمرنا وجهنا، ما كانش استثناءات، ما كانش استثناءات، لا والو، شي لاعب ما مزيان زعما ولا شي حاجه، حمرنا الوجه الحمد لله والله. شنو رسالتكم للمنتخب ولا الركراكي في المباراه اللي جايه ضد البرتغال؟ ان شاء الله ان شاء الله غيكون الخير، غيكون الخير، رابحين رابحين ان شاء الله. المغرب المغرب المغرب، شوف لي الولد الصغير راه باغي المغرب. لاباس لاباس لاباس، باي باي. صراحه الشعب المغربي كان محتاجنا هذا الانتصار، محتاجنا هذا الفوز، شحال هذه وحنا كنتسناو، وشحال من 86 جيل ديال 86 ديال البياز ديال الظلمي، الحمد لله ملي وصلنا لهذا الدور ديال التمون، وان شاء الله يا ربي الفرحه مازال الكاس، ان شاء الله يا ربي ديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب، عاشر المغرب عاشر المغرب ديما مغرب ديما مغرب المغرب، اللهم لك الحمد. وحنا كنا على مبروك عليهم، مبروك عليهم، مبروك عليهم على الوليد الركراكي، هو اللي قام بالواجب ديال اللعابه، واللعابه ممتازين في هذا الحظ، والله ينصر سيدنا وهاد الكاس تنهديوه للمغرب كامل، خارج المغرب وداخل المغرب، وشكرا. والمغرب دائما المغرب، فرحونا فرحونا. نعم عجبوك؟ عجبوني، الله الله يرضي عليهم. وضد البرتغال كنظن انهم غادي يربحوا، غادي يربحوا، غادي يربحوا، غادي يربحوا، غادي يربحوا ان شاء الله، غادي يربحوا المغرب، امام المغرب خطر من كاس اسبانيا، عيدوا البرتغال في القطر ان شاء الله، كاس مغربي، غادي يمشي المغربيين ولاد حلاله كلهم غادي يمشيو، ولاد حلاله كلهم غادي يمشيو.